أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى دائما إلى تعزيز العمل العربي المشترك وترى في جمهورية مصر الشقيقة ركنا أساسيا في هذا الاتجاه، فيما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على وقوف مصر مع دولة الإمارات في مواجهة أي تهديدات إقليمية أو خارجية. لقاء بحسب محللين صحفيين جاء في الوقت المناسب وفي السياق الطبيعي للعلاقة المتينة التي تربط البلدين وفي الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم وفي الظروف التي تمر بها مصر بالتحديد. كان لقاء القائدين مهما جدا والتي تربط الشعبين أواصر المودة والحب والصداقة والتعاون المشترك في المجالات الثقافية والفنية والاجتماعية والإنسانية وغيرها. وتعتبر هذه اللقاءات من أعلى مستويات التنسيق بين الدول العربية التي لم تتوقف بين دولة الإمارات ومصر منذ عقود وستبقى إلى ما لا نهاية. فالزيارات المتتالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جمهورية مصر العربية إنما تؤكد حرص سموه على استمرار التنسيق والتعاون والتعاضد العربي في هذه المرحلة، فلا بديل عن ذلك ولا خيار للدول العربية غيره، مؤكدا أن مصر ستبقى كما كانت دائما هي الركن الأساسي في أي عمل عربي حقيقي. كما أكد سموه أن قيادة البلدين تستشعر دقة المرحلة التي تمر بها المنطقة والأخطار التي تحدق بها والمحاولات المستمرة للتدخل في شؤونها والعبث بأمنها واستقرارها والإمعان في تدميرها، وفي الوقت نفسه تترقب الإمارات ومصر التغيير الذي يشهده العالم وخصوصا بعد نتائج انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، فهذا التطور أمر مهم لأي بلد يواجه تحديات حالية ويستعد لتحديات المستقبل ويعمل بشكل استراتيجي لمصلحة بلده ومنطقته. أيمن مصبح، قناة الظفرة.